الهادين بعد الهادين،
والأمة مصرة على مقتله، مجتمعة على قطيعة رحمه وإنصاف ولده، إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم والذي جاء فقتلا. وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم. تهجي الدماء فاطمة وتجري المعامل، صوت اللطوم صارت في المساء مجروح. كسر الأضالع من راح أبويا هاجموني شطبي، رد عليها الشهيد قالها الشهيد دمعا من نحرى جريا. يا زهراء يما يا زهراء يا يما استفرقوني قومي، يما قمرنا يا بتولى خاص فينا. ذرفة دموع الوندى وتذكرت مصايب، وصاحت جديخر على أعتاب بايب، الحر الدراية بس من صوابي ما قدر تحضن حنينا. هاج الحزين من عين أبو اليمة ودموعه، ونادى زهرة تذكرت أقسى فجيعة، ماذا تذكرت اسمي حد ذبحه على صدر رضيع. هذا أنا، هذا أنا هو بيد رضيع عفرينا. قالت يا يما تدري بي وبالجرالي، قام السقيفة قيدة وحلت يا غالي يا غالي، وخوف العدو لما انهجم شالت خيالي. يا يوم انحرق داري وصبح عيني بيمين، شلت يمين. يوم انحرق داري وصبح عيني بيمين، جاوبها صوت إذا حرق الأعداء باب الدار، جاوبها صوت حسين أنا حرق الخيام وحز الشبر راسي. أيوة حسين وحز الشبر راسي وأنا عطشان ضامي، وتاني مشت زينب سبي وبلا ستر سارت عقيلتنا حزينا. يسمعهم القائل ويضل
يمد بأسار وقت ينسنا يحضر أبو صالح عزام ويتوعد اللي سيد بسيف دماره لازم ينال العاقبة ويعلى ودينا فعلى الأطايب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليمكن باكم وإياهم فليمدوا وليصرخ صارخ ويضج ويعج العاج أين الحسن وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالق أين الشموس الطالق كانت الشموس على رؤوس الأسماء تدار من بلد إلى بلد أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة الأنجم الزاهرة كانت مبطعة على بوغاء كربلاء بقيت ثلاثا من غير تمثيل ولا تكفين أين أعلى قواعد العين أين بقية الله أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعد لقطع داب القلم أين المنتظر لإقامة الأمد والعواج ضاق صدورنا يا صاحب الزمان أين المتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين قاصب شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاصد فروع الغي والشقاق أين طامس آثار السيف والأهواء أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أين مبيد العتات والمرداء أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد أين معز الأولياء أين السبب المتصل بين
الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعا أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء محضر صاحب العصر والزمان وتخاطبه وقد أخلقتك ذنوبك وقد زودت وجوهنا بالذنوب يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الهدى المهدي يا ابن الخيرة المهدي يا ابن الخطائفة الأنجبين يا ابن الأطايب المطهرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القناطمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المطيئة يا ابن الشوب الثاقبة يا ابن الأنجم الزاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابغات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والذاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى دنوا واقترابا من العلي الاعلى ليت شعري ليت شعري اين استقرت بك النوى بل أي أرض تقلك أو ثرى يا صاحب السماء أبي رضوى أو غيرها أبي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا
وديد الرب ولا شكوى بنفسي أنت المغيب لم يخلق النار بنفسي أنت بالنازحين ما نزح عنا بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة تكرار فعنا بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أثيم مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلات نعم لا تضاهى بنفسي أنت من نصيب شرف لا وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي ندوى عزيز علي أن أجاب دونك وهنا عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونه ما جرى هل بمعين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلى هل قضيت عينه فساعدتها هل إليك يا ابن أحمد سبيل سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى يا صاحب الزمان تسند ظهرك بجدار الكعبة وتنادي يا أهل العالم إن جدي الحسين قتل عطشانا أترانا نحف بك وأنت تأم الملا وقد ملأت الأرض عدلا وأبغت أعداءك هوانا وعقابا وأبغت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن يا الله يا الله ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأبين يا غياث المستغيث
لا ضمان
بعده يا أرحم الراحمين.